أعرب منظمو الرحلات الألمان عن سعادتهم بحجوزات هذا الصيف، مشيرين إلى أن مصر واليونان تعتبران الفائزتين الرئيستين في هذه الحجوزات. ووفقا لما نشره موقع FVW الألماني، والذي يعتبر أبرز المواقع الألمانية المتخصصة في الشأن السياحي، والذي أكد على ارتفاع معدلات الحجوزات لمصر وهو مؤشر على استعادة الحركة السياحية الوافدة إليها وثقة السياح الألمان في المقصد السياحي المصري. دكتور مختار، هل ترى أن هناك مماطلة من قبل الجانب الغربي في عودة أو تجاه عودة السياحة إلى مصر، خاصة بعد توقف السياحة إلى مصر لفترة طويلة؟ شوفي، ما فيش شك أنه مبدأ السياحة باعتبارها عنصر مهم جدا من عناصر اتزان الاقتصاد المصري، في شك من أشكال التوظيف السياسي لها. شفنا ده في علاقتنا بروسيا تحديدا وسقوط الطائرة الروسية، وهذا الأمر اللي بدأت روسيا بدرجة أو بأخرى تستغله ربما لإثناء مصر عن مواقف سياسية شفناها فيما هو مرتبط بقضايا المنطقة. الوضع السياحي الحقيقة بعيدا عن السياحة اللي هي بتشكل لنا عنصر أساسي، احنا محتاجين عندنا في الداخل المصري نمتلك حرفية التسويق لهذا الموضوع، وإلى حد كبير جدا مناطقنا السياحية ونحن نمتلك تلت آثار العالم نكون عندنا شكل من أشكال التسويق الجيد ليها، بجانب الأماكن السياحية اللي تستطيع أنك أنت تخلقيها تكوني عنصر جذب سياحي. صحيح هذه القضية من الممكن أن تستغل سياسيا، صحيح من الممكن أن يكون لها تأثير في كثير جدا من العلاقات الخاصة بمصر بكثير جدا من القوى الإقليمية والقوى الدولية، بس أنت عندك نقطة مهمة جدا في الداخل هي مرتبطة بقدرتك على التسويق وقدرتك على خلق مناطق سياحية تكون جاذبة للمستثمر، وأنك أنت ترجعي المواقع السياحية الأثرية بالنسبة لك على مواقع رغبة السائح اللي بيأتيك من العالم الغربي أو من أوروبا الشرقية. ده المفصل المهم جدا من وجهة نظري، وإنه في مصر محتاجين أن احنا نركز عليه في المرحلة القادمة.